صباح الخير حبيباتي واش راكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير أه وبصحه جيده انا راني بخير والحمد لله هاني أه وليت لكم ورجعت لكم بروتيناتي من داري هذا هذا الفيديو راح يكون فيه مشترياتي و وعشاء السريع هكا راح اشارككم المشتريات اللي كنت شريتهم قلت من الجزائر نصهم راكم شفتوهم في الفيديو اللي قبل وهذو اللي آه شريت هذه الديكوراسيون تاع شهر رمضان الكريم ان شاء الله هاني حنشارككم باذن الله كي ندير رمضان نشارككم في هذه السمانه ان شاء الله يكتب ربي وهنا هذا البريق شوفوا واش مليح البنات جاي هاك ترونسبارون بصح ماشي بيض هاك واحد لا هكذا حلو بزاف اني نعطيكم هناكم تشوفوا فيه كي درت فيه التاي والاخر نقول لكم هايل هايل ال. واذا روح تقدرو حتى تحطوه فوق النار وتسخنوا زعما التاي تاعكم ولا طيبوه ديريكتومًا فيه انا صراحه ما طيبتش فيه طيبت فيه أي حاجه اخرى ومن بعد حطيت فيه التاي ديريكتومًا شوفوا شكله كيفاش جا باهي بزاف بزاف وقلت لكم الزجاج تاعو لاكاليتي مليحه يعني وقلت جبتهم من من الجزائر هذه معايا هذا برك الهلال شويه تعوج لي هكا وراكم تشوفوا باين شويه معوج مي معليش كندي نديرو ان شاء الله مع ديكوراسيون وكل يولي يجي باهي وما يبانش و فوالا هذا شريت دو بلا اللي تحطوا فوقهم هذوك البلا تاعكم سخون باش ما تحطوش ديريكتومون فوق لا تابل ثاني تاع رمضان هكا في في الدوغي وفي ال... فيهم الهلال والنجمه هذو فريمون دار حوايج بزاف بزاف ملاح وهنا حبوباتي واخيرا شريت الطاجين خي قلت لكم ما كانش عندي طاجين كنت نطيب في المقله وشريت هذا الطاجين من من دزاير جبتو معايا شوفوا البنات يطيب منها مطلوع ومنها يطيب رخصيس ولا كسره ولا فوق كل شوفوا فيه هذيك الحاشيه طالعه هك شويه ما تقدروا طيبو فيه المحاجب ولا اي حاجه تكون فيها الزيت ولا باش ما تسحلكمش ومنها يطيب المطلوع فريمون مليح بزاف مازال ما جربتوش كي نجربوا نعطيو ونشارككم كيفاش نطيب فيه وهنا حبوباتي هذه ديكوراسيون خدمتها لهي في في العلمه وحده تخدم فيهم وهذه دارتها لي اختي يعني هديه ربي يحفظها ويسترها وربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله قلت لكم هذو خدمتهم طفله تخدمهم في دارها ويعطيها الصحه وتحيه لكل امراه يعني تخدم في دارها وتجيب مصروفها وتجيب فوالا تخدم على روحها فريمون شابو ليكم و... وكل فحلات الله يبارك ربي يفتح لكم بيبان الرزق وربي يسهلكم لكم وصافي بليزير هاك نشوفوا البنات يخدموا وكل صافي اه فريمون بليزير دوكا كاين مواقع التواصل كاين يعني كل شغل غالي في غير اللي ما تحبش تخدم فريمون كاين الوسائل الاكل يعاونو باش العبد يخدم هكا ويوسع على في رزقه ويخدم ويعاون روحو يعاون زوجو يعاون العائله تاعو كامله فوالا هذه الطفله نقول لك خدمتك تهبل تهبل ويعطيك الصحه وربي يكمل لك وربي يرزقك من عنده وهنا شريت شريت هكا حوايج تاع رمضان هكا باش ندير لي كورني باش ندير لي سيغار وكل فوالا شاركتكم هكذا على السريع راحين تشوفوهم انا حبوباتي شريت هذو لي لا سيري تاع لي كويير و لي كوتو فورشيت ماشي سيري كامله هما يبيعوا بال هاك بثلاثه فرشيطه مغرفه وموس شريت انا 3 3 بياس هكا تاع ثلاث عباد شريت هذو لي كوتو شوفوش واش سي تري تري مينيون هذو لي كوتو ا بور تاع الزبده ملاح بزاف بزاف شريت هذا الكوبات ثاني مليح وفيها مام هاك لي ميزور هاك باش تقدروا تقسموها أه قد قد فريمون عجبوني حوايج بزاف بزاف ملاح اللي هي عندهم بزاف الحوايج تاع لي جاتو وكل أه تاع كل ما يتعلق بالجاتو ولا لا ديكوراسيون منا خرمنا خرمنا هنا فوالا شريت هذه لالوش وهذه لابيل هاك تاع دوغي ثاني رمضان ان شاء الله باش نحطهم كل مع بعضهم على السيرفيس تاعي وفوالا هذو هما حبوباتي مشترياتي ان شاء الله يكونوا عجبوكم ان شاء الله تما ثانيه تشريو بالصحه والهنا وكما نقولوش حتى حاجه صغيره هكا نفرحوا بها رمضان ان شاء الله ونفتتحوا هذا الشهر الكريم بحاجه مليحه ربي يقدرنا ان شاء الله نصوموه ونقيموه ونديروا فيه غير الحوايج تاع الخير وحوايج اللي يحبهم ربي سبحانه و... العبادة والعباده يا رب العالمين كما شتو حبوباتي هذوك كنت نعطيهم لكم تاع الحليب والعصير والقهوه وكل ديروهم بزاف ملاح قلت لكم في لي ولا في لي كغاف تاع تاع وكل ويجيو يهبلوا هكا يزيدوا, يزيدوا بها و عجبوني شريت منهم وشيت هادو لي بلاطو اللي كنت نعدت لكم امبارح دوغي وشيت في النوار وشيت هذا في الغاز وهادو لي بوبي هادو سي تري تري مينيون ملاح بزاف آه يديروا بهم لي ديكوراسيون ولا انا حاشاركم افكار ان شاء الله وتشوفوهم المهم شيت هكذا دولو هذا شيت هذا لو في البلو والغاز وشيت واحد اخر في البلون والنوار من بعد راكم راح تشوفوه معايا كاين حوايج البنات ما نسيت ما لكمش هنا مي راح أشارككم ان شاء الله في الايام اللي جايين وتشوفوهم أه كيما حبوباتي شريت برمه تاع الطين للشربه أه برمه كنت طيبوا فيها الشربه كنت ساخفه عليها عندي قداه قداه وانا حابه نشريها أه ما لقيتهاش هنا بصح كي رحت هذه الخضره جبتها معايا اني ما صورتها لكمش هنا بصح غدو ان شاء الله راني حندير باذن الله ندير الشربه ونصور لكم ونجربها هكذا معاكم ونشوف الـ ونشوف كيفاش تجي الشربه فيها ان شاء الله تجي بنينه بزاف يقولوا كي طيبوا في تاع الفخار تجي الماكله بنينه هكا و كي طيبوا على نار قليله دونك انا حنطيبها في تاع الفخار وعلى نار قليله و نقول لكم راهي فيها ان شاء الله وهنا حبوباتي كما شفتوا هذوك كنت شريتهم هنا قبل ما نروح نعتهم لكم أه دونك هنا شريتهم انا من كارفور فيهم غير 3 بيس صح كي رحت لهي لقيت هذا اللو كامل فيه قدام بياس فيه بزاف ما حسبتهمش فيه بزاف لي موديل دونك وليت شريت لو هكا مليح لي تارت لي تارت ولا لي ديكوراسيون أوكل فوالا وهذا السيرفيس هذا شريته من أكاسان سانتا تاع هاك تقدروا تحطوا فيه البن هك في رمضان ولا حاجه صغيره هكا أه سي ترو مينيو عجبني بزاف بزاف و عجبوني فريمون الكيسان كيعادوا صغار هكا تقدروا تحطوا فيهم حاجه صغيره هما يحطوا فيهم الماء كيحطوا مع مع القهوه مي انا حبوباتي حنحط فيهم البن ان شاء الله في في رمضان وهذو هما حبوباتي ان شاء الله يكونوا عجبوكم وديتو افكار هكذا هذا هذا الطاس قلت لكم هذه لا كاغاف والكيسان تاعها قلت لكم شريتها من فرنسا في بوغوان اللي حابه تشري في المغازه تاع ترك اكا سنتا. ام حاطينهم يديرو دي زوغو لو سيرفيس كامل بالكاغاف والسته تاع كيسان وهذو لي بواط هذو شريتهم جبتهم معايا من الجزائر أه يتحطوا هاك ديكوراسيون فوق لي طابل ولا تحطوا فيهم لداخل لا تيلي ولا حاجه هكذا فوالا هنا حطيت لا على التيلي. تاع لا تيلي و فوالا كلش هكا يقعد بيان رونجي ولا ديكوراسيون تاعكم تاع الصالون تقعد باهيه من بعد نشارككم كيفاش حطيتهم واش درت فوقهم وكل فوالا أه حبوباتي كانت هذه هي مشترياتي آه من الجزائر مشترياتي لشهر رمضان ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرحنا ويفرحكم كامل و من مني حاجه ان شاء الله يا ربي يسهلها وتشريها وهنا حبوباتي حنشارككم عشاء على السريع آه كيما شفتوا مازلت من الفواياج تاعي مازلت مقلبتش كلش داري مازلت أنا يعني بشوي نخدم بشوي بشوي أه دونك درت غير وصفات سريعه والله انا حنشارككم تاع كوسا السريع أه فريمون جا بنين بزاف بزاف وتوجدوه في دقائق هاك ميم با دي مينوت العشاء تاعكم واجد ولا الغدا انتم واش حبيتو انا درته في العشاء دونك الحاجة الاولى كيما شتوني في المقله تاعي حطيت أه فلافل ملونه قلت لكم نشريها هاك واجده مغسوله مقطعه أه تلقاوها في كارفور في الغيون سور جولي حطيتها مع شويه تاع زيت الزيتون وخليتها تتقلى حتى تذبل مليح يذبل هذاك الفلفل مليح وهنا جبت صدر دجاج قطعته دي بيتي مقصوص كيما شفتوا وهنا حبوبتي حطيته قلت لكم فوق فوق الفلفل هذوك الفلافل الملونه بدات تذبل شويه كي قلت لكم طيبتها شوي مع زيت الزيتون دوك مع الدجاج حنزيد نخليها تطيب مليح حتى هذاك الدجاج يتبدل اللون تاعو ويبدا يدخلو الطياب الطيب من الداخل هذو حبوباتي من الوصفات السهله والسريعه واللي ما الوقت كي توجدوا فيها فريمون تنحي عليكم بزاف بزاف تربحوا الوقت بزاف وما تتعبوش وفي عشر دقائق يكون واجد العشاء تاعكم كيما هنا شفتوا حبوباتي خرجت الملح شويه تاع الثوم بابريكا والفلفل الكحل انا ندير الفلفل الابيض ماشي هو نقول الفلفل كحل بصح هو ابيض شتو شويه جاي في اللون غري شويه دونك نشريه فلفل ابيض من عند الاتراك الاتراك يبيعوه 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 سوا حب ولا يبيعوه مرحيطول دونك هنا درت هذو لي زيبيس وراح نزيد نخليها تحمر شويه داك الدجاج يتحمر مليح ويطيب حتى يطيب لي مليح من الداخل ومن بعد راح نعطيكم كيفاش راح ندير المونتاج تاعي تاع لي تاكوس هنا هذو لي غاليت البنات خي نعطيكم نعطيكم من نشريهم انا نشريهم من عند الاتراك قلت لكم يوم من بوكو انجا اليوم من ميفلانا يبيعوهم بنان بزاف بزاف وكما راكم تشوفوا فيهم البنات ماشي طايبين دونك قسمه دوك انا نحمرهم ونحط فيهم نحطهم في في لاباري تاع لي تاكوس يجيو يجيو ملاح يجيو ما يجيوش طايبين بزاف يجيو فريمون ملاح شغل كيما تاع برا دوك اللي واجدين كما شتو هنا دونك في الكالات هذيك حطيت شويه تاع كيتشوب درت لو فرماج هذوك لي كاري دو فرماج كنت قليت حبات تاع بطاطا حطيتهم فوقها ومن فوقهم حطيت هذاك الدجاج اللي كنت طيبته مع مع الفلفل فوالا نسكر بهذه الطريقه و نسكر لي كوتي ومن بعد نلمها كما شفتوا يبين الطريقه كيفاش سكرتها باش تتحصلوا كاع على مستطيل تقدروا ديروا اي نوع نتوما كما تحبوا انا اليوم درتهم بهذه الطريقه ولا هنا شعلت ديجا لاباري تاعي هذه تاع البانيني هذه البنات مليحه بزاف هذه تيفال ديروا فيها لي تاكوس ديروا فيها الخبز ديروا فيها لي ليغوم فريمون ديروا فيها كلش كلش وكيما نقولوا هي تشريو الا فريدة، ابا وحده وتقدروا فيها ديروا قدام حاجه وحاجه من الفوق مرسوم فيها واش تقدروا ديروا فيها كلش لي ليغوم لو فيها تقدروا تشوي فيها اللحم فريمون تنحي عليكم بزاف 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 تاع دونك فوالا هنا كيما شفتوني طيبتهم في لي دو كوته. وجاو لبنا جاو لبنان بزاف بزاف أه وهنا حبوباتي وصلنا لنهايه الفيديو راح نقول لكم ان شاء الله يعجبكم ديجا الفيديو هذا تاع نهار اليوم تديو افكار منه آه ما غير نقول لكم تهلاو في رواحكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وروتينات جديده نحبكم آه بزاف ونموت عليكم وربي يخليكم ليا كامل تهلاو في رواحكم ونتلاقاو ان شاء الله عن قريب في فيديو جديد بسلام عليكم